أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يعترض على تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويقول هذه من الأمور المحدثة التي لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا قلت لكم إن هؤلاء يحاولون اجتثاث العقيدة. تارة يقولون ما فيه اسم للعقيدة في القرآن والسنة ولا اسم للتوحيد، وتارة يقولون تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام هذا بدعة، يريدون التشكيك في هذا الأمر. تسمية العقيدة من الكتاب والسنة موجود في القرآن وموجود في السنة، فالاسم مأخوذ من الكتاب والسنة، تسمية عقيدة تسمية توحيد موجود، وإن لم يكن بالنص وإنما هو بالمعنى. أما أقسام التوحيد فهي موجودة في القرآن، بل القرآن كله في التوحيد كما قال ابن القيم، فما كان يتحدث عن ربوبية الله وملكه وقدرته وإرادته فهو في توحيد الربوبية، وما كان يتحدث عن أسماء الله وصفاته فهو في توحيد الأسماء والصفات، وما كان يتحدث عن عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه فهو توحيد الألوهية، كلها موجودة في القرآن وفي أول الفاتحة. أقسام التوحيد 3 في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، التوحيد الربوبية رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا في توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد إيش؟ الألوهية. في آخر سورة من القرآن سورة الناس: أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، هذا توحيد إيش؟ الألوهية، ملك الناس إيش؟ الأسماء والصفات. لكن هؤلاء إما أنهم جهال وأوغاد لا يفهمون شيئا، والذي لا يفهمونه يريدون أن ينكروه، وإما أنهم ضلال يريدون أن يجتثوا العقيدة، وهذا هو الغالب عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.